السلام عليكم، معكم مهندس إبراهيم عبد الله. بدنا نبلش بهذا الفيديو من فيديوهات الاستاتيكس. بدنا نبلش بموضوع الـ 3 Dimensional Force System، يعني كيف نحلل الفورسز لما يكون عندي 3D. هلأ بالمحاضرات اللي قبل كنا بنشرح بالفورس أناليسيس لما كان عندنا 2 Axes اللي هو الـ X والـ Y، تمام؟ كنا ايش نحكي؟ هاي الفورس عندنا هون، هاي النقطه لازم يكون في عندها ايكوليبريم، لازم يكون عندنا السميشن اوف اف الاكس يساوي صفر وسميشن اوف اف الواي يساوي صفر. هسه الموضوع ما تغير بالمره، صار عندي بس 3 دي زي هيك، صار عندي اكسس زياده، هي عندي الاكس وهي عندي الواي وصار عندي الزد. برضو في عندي هاي الايكوليبريم، هاي البوينت عندها ايكوليبريم، تمام؟ حيكون عند هاي البوينت حيكون برضو summation of f الx يساوي صفر والsummation of f الy يساوي صفر والsummation of fz يساوي صفر. هذا الاختلاف الوحيد، غير هيك تقريبا نفس الاشي. ان شاء الله بدنا ناخد امثلة على طول. هلا شوف، حناخد امثلة من لما تكون الفورسز عندي بسيطة. كيف بسيطة؟ يعني مثلا يكون في عندك فورس على الـ XY axis زي هيك مايل، تمام؟ يعني بس يعني مايل، مش رايح جهة الزد ولا جهة الـ X. عندي مثلا فورس على البلين تبع الـ Z X، عندك فوق الـ X مباشرة وموازي للـ Z هون مباشرة، مش مايل جهة الـ Y وجهة السالب Y بالمرة. هلأ هون حناخد مثال على هذا الكلام، وحناخد مثال لما يكون عندي فورس هيك طاير بالفضاء. كيف يعني؟ زي مثلا فورس F2 جاي شكله زي هيك، في إله مركبة على Z وإله مركبة على X وإله مركبة على Y. هلأ هون في إلها خصوصية بالتحليل، وهذا هو الجزء الصعب بتحليل الفورس بال3D، لما يكون في عند الفورس طاير وإله مركبات بال3 axis. طبعا هو مش صعب، حفرجيك كيف الطريقة، جدا بسيطة كيف تتعامل مع الفورسز بهذا الشكل. أما حكيت لك ممكن كمان يجيك مثلا فورس، إنك سؤال مثلا إنك تحلل فورسز بس يكون إلها مركبة على مثلا، يكون إلها مركبة فقط على الزد ومركبة على الإكس، أو مثلا مركبة على الإكس ومركبة على الواي، مركبتين يعني. بتضطر بس تحليلهم هدول حيكون نفس تحليل المشابه للتحليل اللي كنا نحلله قبل هيك، لكن الاختلاف الحقيقي بين أسئلة الـ3D والـ2D اللي هو لما يكون في عندي الفورسز طايرة مثل هيك إلها ثلاث مركبات، يعني في عندي إكس واي وزد. سهل جدا، بس بدنا ناخذ مثال بسيط بهذا الفيديو، والفيديو الجاي ناخذ اسئله لما يكون عندي اكس واي زد ثلاث مركبات لها مسافه عن كل اكسس. طيب خلينا نشوف المثال. تمام، عندنا اكزامبل، نقرا الاكزامبل. 90 باوند لود، هي في عندي 90 باوند باتجاه الزد لتحت. طبعا الزد هو معروف انه هو الارتفاع، فاهم كيف؟ والاكس واي بلين اللي هو 2D اللي هو البلان الهورزنتال بلان. طيب 90 باوند لود سسبندد فروم ذا هوك، اللي هي الهوك هاي شون ان فيجر. اف ذا لود از سبورتد باي تو كيبلز، عندي تو كيبلز، هاد الكيبل الاول وهذا الكابل الثاني AD و AC and a spring، وفي عندي كمان spring بيدعم لي هذا 90 باوند مثبت هون، هو spring AB. تمام، وإحنا أخذنا يعني problem بالمحاضرات الماضية وإحنا بنحلل ب 2D force analysis. أخذنا شوفنا كيف إنه كيف نتعامل مع spring، كيف نتعامل مع stiffness ومع stretch، يعني موضوع سهل ما في اي شيء. طب الستيفنس فاكتور لهذا السبرينج اللي هو AB 500 باوند بير فوت،
وحكينا شو يعني هذا الستيفنس فاكتور للسبرينج، يعني بحكي لك اذا انت ضغطت السبرينج هذا بمقدار 500 باوند حيصير في عندك تغير في طول السبرينج بمقدار 1 فوت. نكون بس فاهمين شو يعني سبرينج او ستيفنس فاكتور. طيب ديتيرمين ذا فورس ان ذا كيبلز اند ذا ستريتش اوف ذا سبرينج فور ايكوليبريم. طب بده الفورسز بالكيبل هدول والفورس داخل and the stretch، بده الستريتش قديش انت بتغير عندك السبرينج او النابض، قديش بتغير المسافة فيه، قديش بتغير طوله. طبعا لازم عشان نقيس قديش بتغير طوله لازم نقيس الفورس اللي جواته، فانا مطلوب مني بداية احسب الفورس هون والفورس هون والفورس هون for equilibrium. cable AD lies in the XY plane. عندي AD في البلين للXY، يعني ما إله أي مركبة بالزد سواء فوق أو تحت، يعني منطبق تماما على horizontal plane اللي هو XY. وعندي cable AC lies in the XZ plane. XZ plane اللي هو هاد، تمام، هي اكس وزد بلين. كيبل اي سي منطبق تماما على هذا المحور، يعني ما له اي مركبه لواي او ماينس واي، منطبق تماما على اكس زد بلين. شو بستفيد من هذا الحكي؟ يعني كيبل اي دي بس بلزمني اعمل له اناليسز على اكس اكسس وعلى الواي اكسس. كيبل اي سي بلزمني فقط اعمل له اناليسز على الاكس اكسس والزي اكسس، على البلين اللي هو فيه. اما لو كان في عندي مثل ما حكينا بداية المحاضرة كيبل طاير طيران زي هيك في إله مركبة بالإكس وبالواي وبالزد مش موجود على بلان على بلين معين، ساعتها بضطر أحلله بطريقة ثانية، يعني عشان بصير بدي أستخدم الآي والجي والكي، هدول الفيكتورز للثري دي، هدول حشرح لك إياهم على الإكزامبل بالمحاضرة الجاية إن شاء الله، بس عشان تكون الامور بسيطه. هلا هون هذا المثال بسيط. تمام. وعند السبرينج طبعا هو منطبق على الواي اكسس، يعني السبرينج ما بده تحليل من الاساس. طيب افهمنا السؤال. عندي ثلاث مجاهيل اللي هو الفورس بهذا الكيبل والفورس بهذا الكيبل والفورس بهذا السبرينج. طيب تمام، نبلش تحليل. بلش بكيبل اي دي. كيبل اي دي حيكون الفورس فيه مثل هيك اتجاهها، تنشن فورس. حيكون في عندي بما انه منطبق على الاكس واي بلين، حيكون في عندي هون مركبه باتجاه الاكس اكسس ومركبه باتجاه الواي اكسس. طيب في عندي الزاويه ما بين اي دي والمحور واي 30 ديجري. طيب معناته حيكون في عندي بس خلينا نرتب الحل هون شوي، نحكي انه الفورسز نرسمهم باللون الاسود. هاي الفورس حتكون عبارة عن تي اي دي، وعندنا هون الفورس حتكون تي اي سي، وهون الفورس حيكون عندنا بما انه فورس سبرينج حيكون فورس اي بي، وحيكون برضو تنشن بالنسبه لهي النقطه. طيب لانه سبرينج حينشد حيزيد طول السبرينج. طيب نرجع ل اي دي. هون اي دي المركبه اللي حتكون مجاوره للزاويه حنضربها بالكوساين، كوساين 30 تي اي دي ضرب كوساين 30، والمركبه اللي هون على الاكس اكسس حتكون عباره عن تي ضرب ساين ال 30. هيك حللنا الاي دي. طيب بدنا نحلل الاي سي. الاي سي طيب الاي سي ينطبق على محور اكس اللي هو هاد ومحور زد اللي هو هاد، مثل ما حكي لي بالسؤال، مثل ما احنا شايفين هي رسم لي خط هيك نازل مباشره على اكس ورسم لي خط هيك نازل مباشرة على زد، هذا دليل انه ملوش اي مركبة بالواي اكسس باتجاه الواي، فقط على محور واحد. طيب وحاطط لي سلوب 3 4 5، حيكون في عندي مركبة
بهذا الشكل ومركبة بهذا الشكل. المركب اللي هون عبارة عن TAC ضرب الضلع السلوب، بعطين السلوب مثلث، الضلع الموازي للإكس أكسس اللي هو 4 تقسيم الوتر. وهون حيكون في عندي TAC ضرب الضلع الموازي للزد أكسس اللي هو 3 تقسيم الوتر. تمام. طبعا السبرينج ما بلزمني أحلله يعني، لأنه موجود على الواي أكسس مباشرة مثل هذا الشكل FAB. تمام. طيب هسا الحل عندي بسيط. هلا جميع الفورسز لها مركبات سواء اكس واي وزد. طب خلينا نروح اول اشي نحلل summation of f x يساوي صفر. طبعا هو حاطط لي انه الاكس بوزيتيف هون ونيجاتيف هون، هو المكان اللي بيكون حاطط فيه الحرف اسم الاكسس، يعني بيكون انه حكي لي هون البوزيتيف وهون النيجاتيف. الواي حاطط لي هون الحرف اسمه، معناته على هاي الجهه البوزيتيف وعلى هاي الجهه النيجاتيف. الزد نفس الاشي حاطط لي اسمه هون، معناته فوق بوزيتيف تحت نيجاتيف. خلينا يعني نلزم بفرضه. تمام. خلينا نفترض انه بهذا الاتجاه هو البوزيتيف. تمام. باتجاه الاكس بوزيتيف، بهذا الاتجاه بوزيتيف، اللي هو فعليا لو انت واقف هون تتطلع حيكون بالنسبه لك مثل هيك، هو مش مايل بس انه باتجاه الاكس بوزيتيف. طيب الاكس بوزيتيف حيكون في عندي تي ساين ال 30 اللي هو تي اي دي، تي اي دي هون سوري، تي ساين ال 30 تي اي دي ساين ال 30. شوفي عندي برضو على الاكس اكسس عندي تي اي سي ضرب 4 تقسيم 5، واتجاهه للاكس ماينس معناته حيكون عندي ماينس ناقص 4 تقسيم 5 تي اي سي 4 ضربناه ب 4 تقسيم 5. ضل عندي على الاكس اكسس شيء؟ لا، معناته عندي تساوي صفر، وهي المعادله رقم 1. طيب سميشن اوف اف في الواي يساوي صفر، ونفترض انه اف الواي بوزيتيف لهون. طيب الاف الواي طبعا بدك تدير بالك الواي هون صارت عندي افقيه، الزد هو العمودي. طيب في عندك اول شيء فورس سبرينج اف اي بي بوزيتيف، لانه اتجاهه باتجاه الواي بوزيتيف، ماينس تي اي دي كوساين ال 30 اللي هي هاي اتجاه الواي نيجاتيف. في عندي اي شيء ثاني؟ لا، يساوي صفر، وهاي المعادله رقم 2. طيب نحلل سميشن اوف اف الزد يساوي صفر للاعلى بوزيتيف، حيكون عندي كالتالي. اول شيء تي اي سي ضرب 3 تقسيم 5، 3 تقسيم 5 تي اي سي اتجاهه للاعلى معناته بوزيتيف، ناقص 90 باوند، 90 باوند. تمام. في شيء ثاني؟ لا، يساوي صفر، وهي المعادله رقم 3. لاحظ عندي ثلاث معادلات، ثلاث مجاهيل، ثلاث معادلات. اول شيء في عندي السبرينج اللي هو هي السبرينج الفورس اللي هي هاي، وفي عندي الاي سي، الاي سي اللي هي هاي الاي سي موجودة بمعادلتين، وعندي الاي دي هيها باللون الازرق موجودة عندي بهاد معادلة واحد، معادلة رقم 2. طيب شو بقدر انا اعمل؟ صراحة صار عندك يعني الوضع سهل، عندك ثلاث معادلات 3 equations 3 unknowns تقدر تحلها بسهولة على الكالكوليتر. تمام. وان شاء الله بالوقت تتفرج فيه حيكون في عندك سلسلة على القناة خاصة للمهارات على الكالكوليتر اللي زي هيك.
يعني بتقدر بثواني تطلع الجواب لكل مجهول منهم على الكالكوليتر. طلع لنا TAC والTAD والفورس FAB TAC بتطلع 150 باوند، TAD بتطلع لنا 240 باوند، والفورس بالسبرينج AB بيطلع لنا 208 باوند. طبعا احنا هيك حلينا السؤال، لكن هو طالب منك تركز شو بيكون طالب منك بالسؤال. طالب مني determine the force in the cables، هنا حليناهم طلعناهم الفورس in the cables and the spring and the cables and the stretch. بده الستريتش اللي هو التغير في طول السبرينج for equilibrium. طب انا طلعت الفورس اللي بالسبرينج، هل طلعت انا التغير في طوله؟ لا، معناته هلا باستخدام الفورس للسبرينج اللي طلعتها بدي اوجد التغير في طوله. كيف؟ سهل جدا. قانون الفورس للسبرينج شو يساوي؟ الفورس للسبرينج هي FAB يساوي الستيفنس فاكتور للسبرينج ضرب الستريتش اللي بيصير للسبرينج. طيب الفورس اللي عندي انا السبرينج عليه 208 باوند، الستيفنس فاكتور له 500 باوند بير فوت، هي 500 باوند بير فوت ضرب الستريتش للسبرينج. الستريتش للسبرينج 208 تقسيم 500، 208 تقسيم 500، الكالكوليتر بيطلع عندك 200 او سوري 0.416 فوت. الوحدة فوت، ليش؟ لأنه معطيني ستيفنس فاكتور باوند لكل فوت. لو كان معطيني مثلا ستيفنس فاكتور باوند لكل انش بتطلع هون عندي بالانش، تمام. وزي ما حكينا تعريف الستيفنس فاكتور 500 باوند لكل فوت، يعني لو اني السبرينج يحمل 500 باوند اشده بمقدار 500 باوند حيتحرك 1 فوت. هو شديته ب 208 باوند وتحرك مقدار 0.416 فوت، تمام. وهيك بنكون طلعنا قيمة الاسترتش اللي حتصير عندي بالسبرينج. لهون خلصت حل الاكزامبل. ان شاء الله بالفيديو الجاي حناخد مثال اعقد كيف نستخدم الفيكتور ان 3D الاي والجي والكي. سهل جدا، لكن بدك لازم ضروري تحضر الفيديو الجاي عشان يصير عندك اي سؤال يجيك 3D analysis تكون قادر انك تحله. طبعا اذا استفدت من الفيديو لا تنسى تعمل لنا اعجاب للفيديو، اللايك بتعطينا اياه بيساعدنا نوصل لناس اكثر ويستفيد ناس اكثر. وبالاضافة لا تنسى تشارك هاي السلسلة لزملائك واصدقائك ليستفيد الجميع. اشوفكم بالفيديو الجاي ويعطيكم الف عافية. السلام عليكم.